لي سانسيرمون الاعمال الدراميه المغربيه غاديه في تطور مزيان، حيت ما نساوش بان التاريخ ديال الدراما المغربيه راه ما طويلش بزاف، يعني مقارنه مثلا بلد عربي اللي هو مصر اللي عنده تاريخ طويل وكبير بزاف وقديم علينا. ف كنلقاو راسنا بان كننافسوا بعض الاعمال المصريه ولا السوريه فالدراما المغربيه انا بالنسبه لي زعما في صحه جيده وغاديه في تطور جد جيد. بيان سور معلوم المسرح الجامعي هو باش هو اللي كانت المدرسه الاولى ديالي ديال التشخيص. ف ولكن انا ذاك فاش انا بديت المسرح الجامعي سانسيرمون كان تري انتريسون لحقاش كنا كنحضروا الورشات مهمه جدا، كانوا تيجيو دي زونكادرون من العالم كامل كيحضروا معنا في هذاك لي فيستيفال ديال المسرح الجامعي، واللي كنا كنستافدوا معاهم في بزاف ديال الورشات كو سوا في الصوت في ليكسبرسيون كوربوريل في يعني سانسيرمون كانت اللي كان عنده شي موهبه كتسقل ليه في هذوك لي وركشوبس اللي كنا كنديروا ديك الساعه. وبيان سور المسرح الجامعي كتكون غير نقطه انطلاق الانسان اللي باغي يطور الموهبه ديالو ولا بغى يطور الميدان فاش هو فيه، فكاين البحث الشخصي وكاين يعني هذاك ليفور بيرسونيل هذاك ضروري خص يكون. اش غادي نقول لك، حيت وليت كنلاحظها حتى في شوف راه ماشي غير في المغرب، دابا راه حتى في دول اللي عندها زعما صناعه سينمائيه محترمه وكبيره بزاف ولاو كيدخلوا هاد الناس، ولكن غير هادو يمكن عندهم واحد شويه ديال الذكاء زايد علينا لحقاش كيعرفوا كيفاش يوظفوا، وحتى هذاك لو بورسونتاج ديال الناس اللي كيعيطوا عليهم ما كثيرش بحال كما عندنا حنا. حنا واقيلا يمكن جلباتهم بزاف هذاك الفات بان هاد الناس عندهم متابعين في لي غازو سوسيو، دونك تيقول بان راه غادي يخدم الفيلم. الفيلم هو كتسوقوا الاذاعه وكيسوقوه مسائل اخرى، كتسوقوا الجوده ديالو والممثلين المحترفين ديالو، ما كيسوقوش المؤثرين. المؤثرين ممكن يتابعوه ناس، ولكن راه ما يمكنش غادي ياخذ بلاصه ديال واحد محترف اللي عنده كفاءه وعنده دي كومبيتونس، ما يمكنش غتجيب هذاك وغتقول لي غادي نديرو في بلاصته. انا ممكن نقبل لو انهم كانوا كيجيبوه بواحد لو بورسونتاج قليل، يعني نجيبوا واحد مره ونجربوه. راه كاين واحد الحاجه كتقال وهي ان خصك تحترم هذه المهنه، الا كنتي مؤثر وبينتي بانك ممثل مزيان على راسي وعينيا، ولكن تكون غير ممثل وعندك متابعين وما عندك حتى شي علاقه بالتمثيل غادي نقول لك سمح لي. فوالا شوف انا غادي نقول لك واحد المثال، كاين بزاف ديال الممثلين المخضرمين العالميين اللي لعبوا مثلا دور ديال انسبكتور ديال البوليس بزاف د المرات، نقدر نحسب لك ما بين 10 حتى 20 مره، ولكن ما تيكونش نمطي، حيت هذاك الدور اللي كتلعب الى بغينا ناخذوا بسبيل المثال هذا الشرطي عنده واحد البسيكولوجي سبيسيال، عنده واحد الماضي سبيسيال ماشي بحال هذاك اللي غتلعب في مسلسل اخر او في فيلم اخر، دونك تيبقى الذكاء ديال الممثل واش لابروش ديالو في لا كونستركسيون ديال هذا البيرسوناج واش خدمها بطريقه مغايره. اما البيرسوناج ممكن تلعبه، ممكن تلعب طبيب ثلاثة حتى أربعة المرات، ولكن هاد الطبيب راه ماشي هو هذاك، حيت حنا راه كنشوفوا حتى في الحياة العادية، واش هاد الطبيب اللي تلاقيتي معاه اليوم هو اللي غادي تشوفه مثلا في كلينيك آخر ولا طبيب، هو نفس الميتي، ولكن راه كل واحد وعنده كاركتير في شي شكل. دونك الحمد لله أنني ما كنلعبش نفس الأدوار، يعني لعبت شرطي، لعبت طبيب، لعبت قمار، لعبت أي حاجة يمكن تصور لك على بالك. فالحمد لله ان لو ريجيستر ديال لي بيرسوناج اللي لعبت كثار بزاف، داكشي باش ماشي غير كنحاول، حيت خصك تعرف واحد القضيه ان ما عندناش لو شوا حنا بزاف مثلا في الاختيار ديال الادوار، يعني فاش كيجيو كتشوف كيتبان لك احسن حاجه انا بالنسبه ليا في واحد الشخصيه هي انها مكتوبه مزيان، الا كانت مكتوبه مزيان كتسهل عليك انت كيفاش دير لها البناء ديالها وكيفاش غادي تخدم عليها، فاش ما كتكونش مكتوبه مزيان كتكون سطحيه. دونك شخصيه مكتوبه مزيان واخا تكون معاوده يمكن انت تبنيها بطريقه مختلفه. فوالا لا نهائيا حيت بوتيتر الكاريزما الا كانت
ترو ماروكان و ترو عرب كهما كيديوك لهاد لي بيرسوناج. انا لعبت باغ اكزومبل فيلم امريكي مع نيكول كيدمان، كنت انا وياه في الفيلم ديال ورنر هيرزوغ، كنت لعب ان ترك، كنت لعب واحد لو ليوتنون ترك. باغ اكزومبل في هذا الفيلم ديال فيلم الماني لعب واحد ان كورد، يعني واحد كردي كاريمون. في افلام اخرى كنت مثلا في مسلسل كندي سميتو بلاد اند تريجر، تصورته في المغرب، كنت لعب واحد كوبي، واحد لارتيست ديال لاغيو من كوبا. دونك الحمد لله يمكن الشكل ديالي كيساعد بأنني نقدر ناخذ دي كاركتير اللي ماشي مغربيه، مي سام ديرونج با يكونوا مغربيه غير ما يكونوش نمطيه، واللي يحطوك في هذاك العربي اللي بعض المرات كتكون نمطيه ما كيعجبنيش بزاف، مي الحمد لله ما كايناش. هما محسوبين شويه على الاصابع هذوك الافلام اللي فيهم هذه الجرأة اللي قلتي لي عليها. انا سام ديرونج با، علاش سام ديرونج با؟ ماشي سام ديرونج با نديرها، سام ديرونج با انني نشوفها في افلام، ولكن كنقدر نأنب المخرج علاش دارها وهي غراتويت، ما غادي تفيد الفيلم حتى شي حاجه. الا كانت هي غادي تصلح الفيلم وغادي تفيدو بشي حاجه مرحبا بها، ولكن خصو يجوستيفيها لينا، يقول لينا علاش هو محتاج مثلا هاد الجرأة، خصها تكون غادي تفيد لينا الموضوع وغادي تفيد لينا الفيلم. الا ما كانت غادي تفيدش، علاش انا غادي نغامر وغادي نديرها غير جوست باش نتلقى الانتقادات؟ شوف حنا ما غاديش، حنا بيان سور الافاق ديما كنبغيو نديروها بعيده بزاف وكبيره بزاف، والحلم ديالنا اننا نجيبو كاس العالم، هذاك تيبقى الحلم ديال اي مواطن في شي دوله كيبغي المنتخب ديالو يجيب كاس العالم. ولكن الا ما جبناش، حاجه وحده اللي كنبغيوها هي ان المنتخب يدير مباريات زوينه ويمتعنا فقط. الا ما جابش الكاس ولا ما ربحش، المهم فاش كتشوفو كيتقاتل على القميص الوطني واخا ما كيربحش كتقول بانه دار اللي عليه. فانا كنامن بهذه في اي مجال، بان الواحد خصو يدير اللي عليه سيتو. الجمهور ديالي اللي كيبغيني وانا كنبغي هذا سي سيغ، هو كنقول لهم ريستي كونيكتي مع 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 الدراما المغربيه، لحقاش راها في تطور ملموس. خليكم مع الفنانه ديالكم، خليكم حتى مع الفن العالمي حتى هو، وخليكم مع الذوق الرفيع، وشكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.